السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا يا شباب خدنا اول كونيك سيكشن البارابولا، تاني كونيك سيكشن هو الاليبس. الاليبس لو بصيت لي شكله كده هو عبارة عن اتنين بارابولا قافلين على بعض، قطعين مكافئين وشهم لبعض قافلين على بعض. طيب الاليبس تعالى شوف معادلته وايه اللي يقول ان ده اليبس. السرعة عامة اكس سكوير اوفر اي سكوير بلس واي سكوير اوفر بي سكوير ايكوال 1. اللي بيميز الاليبس ان الكوفيشنت اوف اكس سكوير ما بيساويش الكوفيشنت اوف واي سكوير، معامل اكس تربيع ما بيساويش معامل واي تربيع، ولازم يكون بينهم بلس، ولازم يكون الرايت هاند سايد واحد. يبقى هحقق ثلاث حاجات: معامل اكس تربيع ما بيساويش معامل واي تربيع، لازم يكون بينهم بلس. لو تلاحظ ان الصفه دي كانت موجوده في السيركل بس كان لازم معامل اكس تربيع بيساوي معامل واي تربيع. يبقى يا شباب الدايره حاله خاصه من القطع الناقص، لان انت لو بصيت للاليبس او القطع الناقص هو عباره عن دايره انا شدتها من الجنبين اهو، فمحور طول ومحور قصر. حلو، دايما سيمتريك اباوت ذا اكسس اوف هاير دينومينيتور، متماثل حوالين المحور اللي مقامه كبير، وايه دايما هي الاكبر عشان اثبت على الرمز. يبقى حلو جدا. يبقى هنا الشكل ده اكس تربيع الانتر بي، يبقى ده متماثل حوالين الاكس، دايما هاخد مقام الحاجه واخد السكوير روت، سكوير جذرها موجب او سالب ايه. يبقى مشيت على الاكس ايه ورجعتها. الاحظ هناك في البارابولا السنتر والفيرتكس كان حاجه واحده، هنا لا، السنتر حاجه والفيرتكس حاجه ثانيه. السنتر هو اللي في نص الشكل اهو، اما الفيرتكس هو اللي في اطرافه ورؤوسه. حلو، طيب يبقى انا مشيت ايه ورجعت سالب ايه، عندي محورين، واحد طويل اهو واحد قصير. الطويل اسمه ميجور اكسس والقصير اسمه مينور اكسس. اللينث اوف ميجور اكسس تو ايه واللينث اوف مينور اكسس تو بي، طول المحور الاكبر مشيت ايه ورجعتها يبقى 2 ايه، طول المحور الاصغر مشيت بي ورجعتها يبقى 2 بي. حلو، نفس ما عملت حوالين الاكس انزل على الواي. السكوير روت للبي سكوير عباره عن بي بلس اور ماينس بي، يبقى هطلع بي على الواي وهنزلها، يبقى 0 وبي و0 وسالب بي. طب هات الفوكس سي و0 وسالب سي وصفر. حلو، هنشوف دلوقتي اجيب ازاي السي عن طريق الاي والبي. طيب حلو جدا. الدايركتريكس هنا في السنترستي زي ما كان في البارابولا، اه طبعا، بس السنترستي هنا لازم يكون ليس ذان 1، لو طلعته اكبر من 1 يبقى انت بترسم غلط. السنترستي او الاختلاف المركزي اي لازم تكون اقل من 1، وهي نفس تعريف اللي عرفناه في القطر. طب من هنا الفوكس سي سكوير ايكوال الكبير ماينس الصغير، اي سكوير ماينس بي سكوير. انا دايما عندي اي وبي، اروح اجيب السي عشان اعرف الفوكس فين، اراعي ان السنتر في نص مين. لو عندي الاثنين فوكس اعرف اجيب السنتر لان السنتر في وسطهم. ولو عندي الاثنين فيرتيسيز اعرف اجيب السنتر عشان السنتر في وسطهم. ولو عندي طول المحور احداثيات المحور الاصغر اللي هو المينور اكسس اعرف اجيب السنتر عشان هو في وسطهم. حلو، الفوكس على بعد سي من السنتر، الفيرتكس على بعد اي من السنتر. حلو كده يا شباب. طيب مين الاي بقى؟ الاي ايكوال السي اوفر اي. الاي هنا سواء هنا سواء في الهايبرابولا قطع زد السي اوفر اي. طب هي مين السي؟ خدت السي اهي وحطيت لها قيمتها السكوير روت لاي سكوير ماينس بي سكوير اوفر اي، لازم تطلع للزن 1 واحسبها واتاكد. طيب فاكر التعريف اللي قلناه في القطع المكافئ؟ هو نفس التعريف اللي هنا. عندي تعريفين كمان للقطع الناقص. اول تعريف، عندي اي نقطة هنا الصم بتاع المجموع بعدها عن البؤرتين بيساوي طول المحور الاكبر بتاعها، يعني PF1 plus PF2 equal to A، والتعريف ده اسمه the sum of the focal radius. حلو، يبقى الصم في الفوكال رادي بتاعي هو طول المحور الاكبر ذا لينث اوف ذا ميجور اكسس اللي هو 2 ايه. يبقى انا لو اديتك مجموع البعد عن البؤرتين كده انا عرفت طول المحور الاكبر، ومنه اعرف برضو معدل القطع. طب تعريف تاني لمعدل القطع، التعريف ده بقى هو اللي احنا قلناه في البارابولا بالظبط، ان اي نقطه على القطع بعدها عن نقطه ثابته اللي هي الفوكس الى بعدها عن خط ثابت اللي هو الدايركتريكس ايكوال اي. الاي في البارابولا كان ايكوال 1، الاي هنا اقل من 1، يبقى الديستانس بتوين فروم بي تو اف الى الديستانس فروم بي تو ام، حلو، ده ايكوال السنتريسي اللي هو اقل من 1. حلو، طب تعال نشقلب القطع ده، اكس سكوير اوفر بي سكوير بلس واي سكوير اوفر اي سكوير ايكوال 1. هنا مين اللي مقامه كبير؟ ايه، يبقى انا هرسم حوالين المقام الكبير هو واي، الاي تحت الواي، خد جذرها يبقى عندي بلس اور ماينس ايه، يبقى هطلع ايه 0 ايه وهنزلها نيجاتيف 0 ايه 0
0 a و 0 نيجاتيف a كده تو فيرتيسز، السنتر في النص ما اتغيرش 0 و0. طب تعالى خد مقام البي وخد السكوير روت يبقى بلس اور ماينس بي، يبقى همشي بي وارجع هيبقى بي و0 وسالب بي و0. اطلع سي وانزلها يبقى 0 سي و0 نيجاتيف سي. حلو، دايما الدايركتريكس عمودي على المحور الطويل اللي ماشي في القطعة الميجور اكسس، يبقى واي ايكوال ايه على ايه A على E وY equal negative A على E. يبقى راعي يا شباب مين اللي مقامه كبير عشان القطع هيلف ويعدل شكله. تعال نشوف أول example كده، 9x square plus 16y square equal 144. دي معادلة إليبس، عشان معامل X تربيع بـ9 ومعامل Y تربيع بـ16، لو الاتنين بيساووا بعد كنت أروح أرسم سيركل. طب تعالى هات الـ 1 وبينهم بلس أهو، تعالى هات الـ 1 يبقى هقسم على الـ 144 قسمت عليها. طب اعدلها 144، التسعة دي لازم تنزل عشان فوق الفاريبل لوحده اهو. 144 divided by 9 equal 16 والتانية equal 9، مين اللي مقامه كبير؟ الأكبر عامله لك سيركل حوالين إكس، يبقى أنا هرسم على حوالين إكس، يبقى A تربيع بـ16 يبقى A بلس أور ماينس 4، B تربيع بـ9 يبقى B بلس أور ماينس 3. حلو، طب لما يكون الـ A بـ 8 بقى الـ A 4 يبقى الـ major axis 2A يبقى بـ 8. طب المينور اكسس 2b يبقى ب6. طب ادخل هات السي، اوعى تنسى هنا عشان القوانين دي هتتعكس في الهاي بارابولا، راعي الاشاره ان هو الكبير ماينس الصغير يبقى a سكوير ماينس b سكوير، تطلع بروك بلس اور ماينس السكوير روت للسيفن. حلو جدا، تعال ارسم بقى حوالين الاكس، يبقى انا هاخد مقام الاكس امشي a وارجعها يبقى 4 و0 ونيجاتيف 4 و0. حلو، امشي c وارجعها سكوير روت للسيفن و0 ونيجاتيف السكوير روت للسيفن و0. اطلع بي وانزلها.